اما هلا ولا اولى مساحاتنا الصباحيه اكيد حنفردها لمساحتنا الطبيه، ورح نحكي على موضوع اكيد بخص النساء، ونحكي على حبوب منع الحمل. هلا هي حبوب يعني شائعه وشائع استخدامها، ولكن الحذر اكيد واجب طبيا. وكلنا بنعرف انه هي عباره عن حبوب هرمونيه بتتاخذ عن طريق الفم، وهي بتعمل هرمون بتعود عن هرمون صحيح. طبيعي جسم الانثى بيطرحه. صحيح رشا، وكثير الناس يعني هي استخدامها شائع كثير والطريقه الابسط والاسهل، لكن كي لحتى نتعرف على مخاطرها وطريقه استخدامها، وممكن يكون لها فوائد صحيه وممكن انه يكون لها سلبيات، لهيك رح نحكي اكثر عن الموضوع مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستديو لليوم، الدكتور جميل احمد، اختصاصي بالتوليد والامراض النسائيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن حبوب شائعه جدا بين النساء وإلى عده استخدامات. اليوم نحن مو بس اليوم الانثى عم تاخذها كرمال الحمل، ممكن نحن عم نروح لموضوع التنظيم، عم نروح لموضوع الاكياس الموجوده على المبيض. خلينا طبيا وعلميا نعرف بحبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل طبعا هي عرفت بانه هي حبوب منع حمل لانه سببها واستخدامها الاساسي هو لمنع الحمل، لكن كمان في لها فوائد كثير مثل ما حضرتك تفضلتي وحكيتي بتنظيم الدوره وباشكالات الهرمونيه اللي ممكن تصيب المراه. في انواع طبعا لحبوب منع الحمل الفمويه، نحن بنسميها الاورال كونتراسبتيف بيل، اللي هي في منها نوعين، في عندك شيء اسمه لازم نفرق بيناتهم، اللي هو المونوفيزيك اللي هو عاده بتكون الحبه الواحده بتحتوي على نوعين الهرمون اللي بالعاده المبيض بينتجه بشكل طبيعي اللي هن الاستروجين والبروجسترون، وبيختلف احيانا نوع البروجسترون من علامه تجاريه الى اخرى. في عندك النوع الثاني اللي هو المالتي فيزيك، اللي هو بتجي على شكل مثل دويره، وفي كل الحبه بيكون فيها مكون معايير مختلفه من الهرمون، فبس كمان فيها نفس الشيء الهرمونين. فهدول هن الانواع الاساسيه كلياتهم. معظم الحبوب يا اما بتجي على شكل 21 حبه تستخدم يوميا بنفس التوقيت وهذا شيء مهم، يا اما في عندنا نحن المالتي فيزيك اللي هي تستخدم بفترات الـ يعني الى ممكن تجي على شكل 28 حبه، اخر سبع حبات بيكونوا هو عباره عن حديد ممكن يتاخذ. ال 28 حبه بيضلوا مستمرين ما بنوقفهم ابدا، اما بنظام ال 21 حبه فهم بيتاخذوا ل 21 يوم، بعدين بنريح سبع ايام بعدين بنبلش بعلبه جديده. طب نعم. دكتور خلينا نحكي عن اليه عمل هي الحبوب بالجسم. طبعا هي مثل ما حكينا انه هي بتستخدم مو فقط لتنظيم الحمل لكثير من الحالات، كيف بتعمل هي الحبوب؟ وكثير في انواع من الحبوب مثل ما ذكرت حضرتك. صحيح. حسب الجسم في اجسام ممكن انها بتقول انا بتسمني الادويه لمنع الحمل، وفي ناس بتقول انا بنحف، فهي الشيء له علاقه بالجسم او بنوع الدواء. هلا اول شيء بموضوع زياده الوزن بسبب استخدامه، فهي مثل ما بيقولوا او مثل انه شماعه بتنحط عليها لقصه حبوب منع الحمل. هي بالحقيقه ممكن يعمل شيء اسمه واتر ريتنشن، يعني احتباس سوائل، والسبب الاساسي هو مركب الاستروجين اللي فيه، لانه الاستروجين له ارتباط كثير كبير بهرمون ثاني هو الهرمون المانع للادرار اسمه فيزوبريسن. فهذا الهرمون بده يحبس السوائل، فممكن انه يصير في زياده بالوزن لكن بنسبه مو اكثر من 1.5% من وزن يعني قد ايه 1.5%؟ يعني اذا 100 كيلو وزن الصبيه معناتها بتزيد كيلو ونص، بس عاده هذا مع الاستخدام الطويل المستمر هذا. هلا بالكومبايند كونتراسبتيف يعني المشترك مع البروجسترون، عاده البروجسترون بيعاكس هذا التأثير لأنه له عمليات معاكسة لموضوع الفيزوبريسن، فهذا بيعدل شوي من هالموضوع، فممكن يصير في ووتر بس ما بيزيد وزن أكثر من 1.5%. نوع الدواء ولا حسب طبيعة الجسم؟ نوع الدواء بيلعب دور، بس إجمالاً كلياتهم بيصير فيهم تحبيس السوائل طبعاً. طيب دكتور، وقت اللي عم نقول إنه نحن الآثار الجانبية هي حسب أنواع الحبي اللي بتختاره الصبية، اليوم كيف الصبية قادرة تحدد نوع الحب المناسب لجسمها واللي قادر؟ هلا نحن الاثار الجانبيه حتما نحن حنتعرض لها، ولكن بنروح دائما للاخف بالعيار، ودائما الدكتور بيقول لك انا اخترت لك هذا العيار لانه اخف شيء، ولكن رغم هذا الخفيه نحن عم نلاقي اثار جانبيه بالقصه. ما في عيار اخف بمعنى العيار الاخف، في شيء اسمه الميني بيل اللي هو هذا بروجستين اونلي، هذا بس بيكون بروجسترون، عرفتي؟ بس انا برجع بقول لك الاعراض الجانبيه هي كمان لها علاقه بامتى تاخذ، اذا تاخذ الصبح، اذا تاخذ بعد الاكل، اذا تاخذ لانه بدك تعرفي شغله احيانا
احيانا كمان بيصير في نسوات يعني لانه هي لازم تتاخر. خلينا هيك نشرح نقطه نقطه حكيم. خلينا نحكي نحن عن نوع، كيف قادر اليوم هي قادره تحدد النوع المناسب لجسمها او بدها تتقيد بالتعليمات باثناء اخذ الدواء؟ لازم هي مثل موضوع ترايل بتجرب. مثلا احدى اهم الشغلات الشائعه كعرض جانبي هي السبوتينج او التمشيح اللي بيصير، ممكن هذا اسمه نزف العتبه. فاحنا بهالحالات ممكن انت تغيري نوع الدواء. عاده هذا بيتحسن مع الاستخدام اكثر من شهر، يعني انه بيصير في مثل نوع من التاقلم عليها للجسم بيتعود عليها. بس هو بدك تجربي، يعني احنا اللي بيختلفوا مثلا الماركات الاساسيه اللي موجوده بيختلفوا بالمركب البروجستيروني. فاذا انت مثلا في عندك اعراض مصاحبه مثل حب شباب مثلا او شعرانيه مثلا، مع انه يعني في شويه دبيت على موضوع قديش بيفيد بالشعرانيه ولا لا لحاله، فانت بدك تنقي النوع اللي العنصر البروجستيروني فيه بيكون سيبروتيرون اسيتيت اللي هو انتي عنده خصائص مضاده لل الاندروجين اللي هي الهرمونات. معناتها اليوم الصبيه بدها تكون تحت مراقبه بتغيير الادويه لتروح للانسب. طبعا يعني برجع بقول لك في حاله المريضه بشكل عام هي بتلعب كثير دور اساسي، لانه اذا المريضه عندها حب شباب وعم تشتكي مثلا من هالقصه هي، فممكن انت تفوتي بنوع البروجسترون فيه سيبروتيرون اسيتيت. اذا لا ممكن تروحي على النوع اللي فيه دروسبيرينون اللي هو النوع الثاني وتستمري فيه. واحيانا بيصير في عندك يعني مثل ما قلت لك الموضوع بده اكثر من شهر لحتى يتاقلم الجسم على هالقصة. في عندك انت قصص مثل بموضوع معالجه حب الشباب، في دبيت كثير كبير على انه هل بيفيد كثير ولا ما بيفيد بهالقصه هي. بس الحقيقه انت بدك تعرفي انه اول ما يتاخذ الديام بده يصير في نوع من اللي الجزء اللي فيه السيبروتيرون اسيتيت بده يصير في فلير اب احيانا باول شهر، لانه بصير في شويه امبالانس عدم توازن بموضوع الهرمونات. طب دكتور بالنسبة للاضطرابات النفسية العصبية اللي بتصير مع السيدة اللي بتستخدم هي الدواء، هو له علاقة بنوع كتير شائعة، له علاقة بنوع الدواء أو كمان بالجسم ولا كل حبوب منع الحمل بتسوي هي الاضطرابات العصبية؟ بدك تعرفي شغلة أنه نحن الاضطرابات النفسية والعصبية اللي ممكن تصيب المرأة هي موجودة بحب ولا بدون حب، وما قصدي أي شيء سيء بهذا الموضوع. لا لا ما قصدي، لأنه الشفت الفظيع اللي بيصير بجسد المرأة خلال كل شهر صحيح بسبب هالطلعة والنزلة تبع الهرمونات، هي كفيله توترها هاي القصه يعني. كفيله انه توتر. بعدين بدك انت تعرفي شغله انه انت تقريبا كل شهر عم يعني ناطره تستقبلي زياره، هالزياره مو اوقات بتجي امتى ما بدك، اوقات تتاخر شوي بينشغل بالك، اوقات بتحبسي سوائل اكثر، ففي كثير عوامل ثانيه تتدخل مع هذا الموضوع اكثر ما هو العامل يعني اكثر ما هو العامل انه المسبب حقيقه من الدواء. بس الفكرة الأساسية اللي أنت لازم تعرفيها أنه نحن الاضطرابات النفسية أو الكآبة خلينا نحطها يعني هيك تحت سبوت لايت شوي، فهي مانو بنحطها نحن ضمن نفس تحت نفس القبة تبع الأعراض تبع البريمنسترول سيندروم اللي هي متلازمة ما قبل الطمس. في بنات أكيد بتعرفون أكيد عندكم رفقات هيك بيقولوا لكم أنه أنا قبل ما تجيني الدورة مثلا بيوجعني راسي كثير، بتعب كثير، بحبس مي كثير، بعصب كثير، بصير كثير اريتبل. فهدول شغلات موجودة قبل ما قصة أنه يتاخذ. هذا كلياته بيصنف ضمن أو مثلا آلام الدورة الطمسية، كل شهر في عندها آلام مبلحة ممكن تعطلها عن الشغل أسبوع، فهذا كلياته بينحط بإطار البريمنسترول سيندروم. وبليف إت أور نوت يعني بس الحب المانع بيساهم كثير بتخفيض أعراض البريمنسترول سيندروم، وبالتالي مفروض يكون في عامل نفسي يعني داعم يكون للعامل النفسي يعني. بس دائما المرأة بشكل عام بسبب الاب اند داون هو نظام اخذ حب المانع عم يقلد دورتك، بس بدل ما المبيض يشتغل لحتى يعطيكي هي الهرمونات انت عم تاخذيها من برا. سو الشيء اللي عم يصير انه هو ما عم يختلف كثير، انت عم تاخذي دوز 21 يوم ستدي من الهرمون وبعدين عم بتوقفيه اوكي لسبع ايام، هذا اسمه withdrawal. فبيعمل شيء اسمه نصف السحب. هي هي الدوره، فهي دوره صناعيه تحاكي، فهن نفس الشيء بيسكلي، بس مفروض يكون داعم نفسي. ايه ولكن حكيم نحن كثير بنسمع يعني الشائع اليوم حضرتك عملت انه هو داعم وليس مسبب رئيسي، ولكن كل الحالات او كل الصبايا اللي بيروحوا اليوم لحبوب المانع يعني شو يعني
على مبدا انا صايم لحد يحكيني اليوم انا الحب مسبب لي تعصيب كثير كبير يعني. صحيح. هلا شوفي انت لما الواحد بده يكون معصب بده يحط سبب على اي شيء يعني. حجه يعني هي. دكتور خلينا نحكي بين الايجابيات وبين السلبيات، اليوم اكيد في ايجابيات وفي سلبيات لهذا الحبوب، وشفنا كثير نساء بيبتعدوا عنه يعني بخافوا من اثاره الجانبي، خلينا نوضح هي الفكره. هلا في حب المانع الفوائد اذا بدنا نبلش فيها، اوكي حكينا فيها فوائد على البشره، فيها فوائد بتنظيم الحمل، فيها فوائد كمان كثير مهمه اللي هو الغرض الاساسي لمنع الحمل. لا. فهو طريقه افكتيف بنسبه 99.9% اذا اتاخذ بشكل صحيح. فغير اضافه للتحسنات اللي مثلا بتصير على البشره وهدول الامور، بزائد انه مثلا في له استخدامات مثل ما حكينا انه بيخفض من اعراض متلازمه ما قبل الطمث اللي هي البري منسترول سيندروم البي ام اس. ممكن إذا كان في عند المريضة نزف غزير عم يسبب لها فقر دم مثلا بيعوز الحديد، لأنه المرأة عم تخسر معدل وسطي 80 ميلي دم بكل شهر، فإذا بدك تحسبيها على سنة يعني أنت عم تحكي تقريبا ثلث أو ربع الكتلة الدموية الموجودة عند المرأة، هذا بده تعويض فبده حديد. كل الحبوب اليوم عم تحوي هذا لا ما عم بحكي أنا أنه عم تحوي حد، بس هي بتخفف من النزف طبعا. فلما بتخفف من النزف أوكي بالتالي بدل ما تنزف بمعدل عالي كل شهر فنحن عم نخفف من النزف، زائد بخفف من الآلام قبل الدورة الطمثية. كمان في دراسات كتير بتثبت بأنه بخفف كتير من نسب البلفيك انفلاماتوري ديسوردر اللي هي الآلام الحوضية المزمنة. وكمان شغلة مهمة أنه بيقي من بعض السرطانات، هاي شغلة مهمة. هلا هو مانو جيد للمرضى اللي عندهم سوابق بريست كانسر مثلا، لكن هو كتير مهم بمعالجة البناين أو الليجنز الآفات الخفيفة بموضوع يعني البسيطة مانا الخبيثة بالثدي. كمان يقي من سرطان البطانة الرحم، من سرطان المبيض ومن سرطان الكولون. أكيد أثاره كتير الإيجابية مهمة. نحن وقت عم نحكي هرمون عم نروح للابتعاد عن السرطانات، بس نحن كتير بنسمع أنه إذا الحبة ما أخذت بوقتها مشكلة. هي بقى بنفوت على الديس أدفانتجز تبع الدواء. المشكلة الأساسية فيه أنه لازم تاخذيه كل يوم بنفس التوقيت، فكمان هي شغلة كتير مهمة. في عندك كمان كتير قصص أنه له علاقة مثلا، في كتير واحدة من الشغلات اللي مثلا بيقولوا لك أنه ممكن يسبب عقم على سبيل المثال. لا هو مو صحيح هذا الكلام. ممكن كمان من الديس ادفانتج تبعيته انه يعمل لك شويه نزف عتبه نحن بنحكي فيه حسب كمان. طب دكتور بس خلينا نركز على هي النقطه يعني ما انخذت بوقتها، اليوم شو الاجراء الصح؟ حسب يعني هلا يعني انت بدك تعرف في شغله يعني الحبه اللي بعدها او ممكن لا ما لازم ساعات لا ما لازم ترجع تاخذ الحبه نفسها بترجع تاخذ نفس الحبه، لكن في معايير للموضوع. مثلا اذا نسيتي حبه ليوم واحد اقل من 24 ساعه تذكرتي، لانه هي عاده بيكون على الحبوب محاطين لك الايام والقصص، فبتطلعي هيك بتلاقي انا مثلا حبه يوم السبت ما اخذتها، يوم الاحد ما اخذتها، فشو بتعملي انت؟ مفروض تاخذي الحبه اللي انت مفروض تاخذيها بوقتها والحبه الدوز اللي انت روحتيه، لكن اذا كنت نسيانه حبتين او اكثر بصير في بقى اختلاف. هون ما بقى ينفع اي ما فيكي تاخذي مثلا ثلاث حبات يعني. هلا كله هذا موجود بالروشتة تبع الدواء، انه اذا نسيتي حبه مثلا هل قد شو لازم تساوي. هلا دائما انا بنصح بانه اذا صار في نسيان لاي حبه تكفي مثل العاده، لكن لمده 7 ايام تستخدم مثلا واقي او اي نوع ثاني من وسائل. طب دكتور حكينا عن حبوب منع الحمل لتنظيم النسل، هي كمان مثل ما بنعرف بتتاخذ للاكياس، الاكياس المبيض، خلينا نحكي شوي عن اليه عملها وشو سبب استخدامها بهي الحاله. اوكي العرض الاساسي بمتلازمه المبيض متعدد الكيسات هي دورات متباعده، اوكي يعني بجوز شهر شهرين ثلاثه او عدم انتظام دوره، وبالتالي الاستخدام الاساسي تبع حب المانع هو انه ينظم لك هي الدوره. فبس نحن لازم نعرف شغله انه الموضوع المبيض متعدد الكيسات نحن مخطئين لما بنفكر انه حب المانع او منظم الدوره هو علاج له، هو ليس علاج، هو انما بشيء بيغطي الاعراض، لانه اكيد انت ما بدك والله مثلا شهرين ثلاثه اربعه تقطعك الدوره او ما تعرفي امتى بدها تجي او اوقات بتجي اوقات لا، عدم انتظام بالدوره، هي كلها مشاكل بتساهم بالمشاكل النفسيه اللي ممكن تكون الى جانب
الشيء اللي بيعمله الدواء، لكن هذا الموضوع كلياته يستخدم لتغطيه هالقصص. يعني مثل اذا فايته على بيت لقيتي هيك الارض مغبره شوي، بدل ما تنط فيه وتشط فيه وتعقمي وتعملي كل شيء، لا بتجيبي مكنسه وبتحطيهم تحت الطاوله. هلا بس بدها تقوم الطاوله بدها ترجع بدها تبين. صحيح. فهو فعليا لتغطيه الاعراض يعني تخبايتها، فهذا الاستخدام الاساسي له. لكن كمان نحن نستخدمه لانه بالمبيض متعدد الكيسات في عندك شيء اسمه اللا اباضه المزمنه، واللي هي سبب عدم انتظام الدوره. يعني كل ما مفروض يصير في اباضه كل شهر، اوكي، اوقات ما بيصير في اباضه، وهذه شغله موجوده بمتلازمه المبيض متعدد الكيسات. هاللا اباضه المزمنه بتخلي الاستروجين اعلى من البروجسترون بجسم المراه، والتعرض المزمن للاستروجين غير المعاكس بالبروجسترون بيأهب لسرطانات مختلفه لها علاقه بهذا الموضوع. لهيك نحن عاده عند المريضه اللي عندها بي سي او اس مشخص بطريقه صحيحه، فلازم استخدام موضوع تنظيم حبوب منع الحمل على الاقل 3 اشهر خلال هالسنه للوقايه من السرطانات اللي ممكن يسببها اللا اباضه المزمنه. طب دكتور، بالنسبه لتنظيم النسل حبوب منع الحمل بتتاخذ بهي الطريقه، بس كثير شائع بين السيدات انه اللي بتاخذ حبوب منع الحمل ممكن بس قررت انها تحمل او تنجب، هي احاديث شائعه، بياثر او بيعمل عقم، ممكن هذا الشيء يسببه حبوب منع الحمل؟ لا شك انه حب المانع بيعمل إذا بس بدها توقفه السيدة بده يعمل عدم انتظام بالدورة بالفترة الجاية. هلا ممكن ترجع الإباضة مباشرة بعد التوقيف، يعني ممكن مريضة تضلها 10 سنين عم تاخذ حب مانع توقفه يصير في حمل. وممكن كمان عدة أشهر، عادة بين الأربعة لستة أشهر بعد إيقاف ممكن ما تجيها دورة بنوم، حسب طبيعة الجسم، حسب طبيعة الجسم، حسب مدة الاستخدام. لأنه أنت لما عم تاخذي هذا الحب المبيض أخذ بريك، راح إجازة، قعد على البحر، حط أرجيلة ومروق، فبده وقت لحتى يرجع. ما حتجيبي دغري المبيض على الشغل، بده وقت لحتى يرجع يأقلع، لكن فورا بيرجع بيأقلع. بالإضافة لأنه لازم نعرف شغلة، أنه أنت لما عم تاخدي حب مانع فأنت عم تعملي عم تمنع الإباضة. والمرأة الله عاطيها حساب بالمبيض عدد معين من البيوض، فوقت المريضة عم تستخدم حب المانع هي كمان عم بتحاول عم بتحافظ نسبيا على العدد. على عدد البيوض اللي عندنا. دكتور جميل احمد، اخصائي بالتوليد والامراض النسائيه والجراحه، بدنا نشكر حضورك لليوم وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها. شكرا، نورت صباحنا. شكرا لحضورك معنا وللمعلومات اللي